بدر عليش هيرجع. العربية داخلة عليه مهابي. نعم. العربية داخلة نسيه وحاله. تزرين والله. أنا مش هكرر مأساة العتبة. يا باشا مفيش حاجة تشتغل. لا ما هو ده اللي حضرتك بقوله واللي هيستنى. احنا لمينا امبارح يا باشا. واللي هيرجع. يا باشا لمينا امبارح. اللي هيرجع هسحب عظم المرافق وأشمع المحل. بس لأن في النهاية خسائر مادية، خسائر بشرية. بطالة مصالح ناس اموال عامة. بس هم كانوا قابلين الشارع بس العربية واقفة والله بره يا باشا. يعني لمينا الحاجة دي. في مواطنين بينضروا من تحت راسهم، أنا مش هسمح لهذا لأن ربنا هيحاسبهم. وده منتهي. فما دام مصرين على الخطأ عليكم أن تحملوا الخطأ. ريس خلاص تعالى لي خلاص يا أحمد على راسنا. انا بحللك انا بحللك وضعك الاكل النهارده بتاخد بعد اذن سيادتك قرار نيابي بتاع التقنين بعد اذن سيادتك هتصوره وتبع حد صورنا ممكن حاجه ويتوضع عليه طب انا عيني والله استنيك ايوه هنا تعالوا لي طبق الشروط عليك ما عادش موجود تعالى موجود